تحتاج تحتاج وبركة ما تتفرج وبركة ما تتفرج اليوم عليا وغدا عليك اليوم عليا وغدا عليك المواطن احتاج احتاج المواطن احتاج احتاج وبركة ما تتفرج وبركة ما تتفرج اليوم عليا وغدا عليك اليوم عليا وغدا عليك وبركة ما تتفرج اليوم عليا وغدا عليك اليوم عليا وغدا عليك المواطن احتاج احتاج المواطن احتاج احتاج وبركة ما تتفرج وبركة ما تتفرج دق ناقوس خطر لهاد المسؤولين على هذا المشفى كنقول لهم باللي خص معالجه ديال هذا الملف قبل ما يوصلوا يعني يوصل الوضع اكثر كارثيه قبل ما نبداو نسجلوا في حالات الوفيات النساء الذنب ديالهم على انهم ما عندهمش فاش يمشيو للكلينيك في وطن ما كيكفل لهمش او في مدينه ما كتكفل لهمش الحق في الصحه اللي هو حق يعني كتكفلوا كل المواثيق الدوليه هنايا في هذا المشفى يعني يا اما كيتصيفطوا لاكادير يا اما كيخصو يمشيو للكلينيك هذا الشيء ماشي معقول لانه حق الصحه خصو يكون عندنا كاملين خصنا نستافدوا منه كاملين هذا راه حقنا هذا راه يعني مسؤوليه ديالهم انهم يوفروها لنا كنبغيو كذلك ناكدوا على نشي يعني نستفسروا او كنبغيو ناكدوا على ان المسؤولين والمنتخبين لدينا خائبين على هذا الملف هذا هنا كنطرحوا على مسيفا اين هم المنتخبون اين هم يعني الذين يمثلون الاحزاب او المنتخبون اللي انتخبوهم السكان ديال تيزنيت مواطن تيزنيتي هو كيشهد الوضع كيلقى هاد المنتخبون غائبون على غائبون يعني على الساحه حنايا كنبغيو ناكدوا على انه حنايا هاد الشكل ما غاديش يكون اول ما غاديش يكون اخير حنا مازالين مستمرين في واحد مجموعه الاشكال النضاليه ديالنا حتى يتحقق هذا المطلب حتى يولي هذا المستشفى يعني مستشفى كيصون الكرامه الانسان لان الصحه الحق في الصحه في النهايه هو يعني حقنا في الكرامه لان الصحه كتساوي الكرامه وكنحيوا الجميع وكندعوكم للحضور في كافه احنا نساء تيزنيت خرجنا في احتجاجيه رمزيه امام المستشفى الاقليمي الحسن الاول بسبب الاوضاع الماساويه والكارثيه اللي كيعيشها نقص حاد في الموارد البشريه خصوصا في قسم التوليد اللي على حسب المعلومات التي تم تداولها طبيب واحد ما يمكنش يغطي الاحتياجات ديال النساء اللي كيجيو من الدواوير في النواحي ديال تيزنيت الوغ الوقفه اليوم جات بعد يعني كاين محطات اخرى اللي سبقات بما فيها رسائل بما فيها اعتصام قدام المستشفى قررنا احنا نساء تيزنيت نخرجوا بصيغه المؤنث باش نوصلوا صوتنا للمسؤولين ونقولوا لهم بركه من هذا الشيء محتاجين مستشفى يرقى لخدماتنا كانسان تحيه نضاليه فيهما سبيطارات شوها والمسؤولين فيهما واش هذا سبيطار حاشا واش هذا سبيطار حاشا واش هذا مسؤول حاشا واش هذا سبيطار حاشا